لهادي بن سالم اللفجع والشاهينية لمسفر محمد المحميد وسرابة لفيصل بن وسام الهاجري وغادير لعلي بن بخيت بن عويضة والجذابة لمحمد بن حسين المري والواصلة لأحمد بن عبد اللطيف المسند. هذه أيضا الأسماء من ضمن الأسماء المشاركة ونتابع وإياكم هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، هذه الكار المشاركة وهذه المقدمة والصدارة والشوط الأول، الشوط الرئيسي، الشوط الحساس. نتابع وإياكم هذه المقدمة والصدارة مع غادير، أغادير لعلي بن بخيت بن عويضة العذبة اللي على المركز الأول هناك مع مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الشاهينية سعد بن سالم بن عويج الهاجري على المركز الثاني، المركز الثالث والقدوم هناك مع متعبة عبد الهادي بن عجلان المري على المركز الثالث، المركز الرابع والقدوم من الواصلة لأحمد بن عبد اللطيف المسند، المركز الخامس هناك القدوم أيضا من المركز الثاني للشاهينية مسفر بن محمد المحميد على المركز الثاني وأيضا قدوم من شعار عبد الهادي بن سالم اللفجح. ولكن أيضا نذهب إلى غادير، نذهب إلى غادير. يا سلامي عليك يا العذبة، يا سلامي عليك يا أبو بخيت، يا سلامي عليك يا عويضة، يا سلامي عليها البكرة أيضا التي لم تعرف لطريق الهزيمة باب. هي أيضا على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. هذه هي غادير صاحبة الإنجازات، أغادير اللي أيضا مالكها علي بن بخيت بن عويضة العذبة. ولكن الله يا سلام القدوم من الشاهينية محمد بن برقان بن مقارح على المركز الثاني، بن برقان أيضا على المركز الثاني، ولكن هناك المقدمة والصدارة مع غادير، أغادير، أغادير، أغادير الشاهينية وغادير الشاهينية وغادير. الله يا سلام يا سلام. ولكن الله سلام وتحية واحترام لمالك الشاهينية محمد بن برقان بن مقارح أيضا على فوزه في هذا الشوط وانتزاع على المركز الأول. أيضا من أيضا من خطفت الناموسة من خط النهاية المركز الثاني غدير لعلي بن بخيت بن عويض المركز الثالث، المركز الثالث سرابة لفيصل بن وسام الوسام الهاجري. تهانينا والناموس والتوقيت الزمني هنا أيضا دقيقتين و13 ثانية و49 جزء من الثانية.